تعال. انت بتشتغل هنا؟ ايوه بيه. فيلا امبرزاري بتاع الفرقة. قصده مدير الفرقة. سي ناصح؟ اه موجود. انا عايز اقابله. قول له عبده مصطفى ضابط ايقاع. ضابط؟ يا دهوتي لازم جاي يفتش على الفرقة. مش قلت لك يا وش المصايب نعمل الرخصة قبل ما نشتغل؟ وهي الرخصة دي مش لازمها لحاليها. وانت مكوشها اول باول على الاوراد. اهلا وسهلا. اهلا سعادة الدين. اتفضلوا. طب ومين طلائم التلاتة؟ المولد ما فج نوره الا بعد ما سعادتك شرفتنا. اهلا وسهلا. خطو عزيز يا سعادة البيه، مش كان واجب برضو تدينا خبر قبل ما تيجي؟ حقيقة انا جيت بالصدفة. المهم انا كنت عاوز منكم. يا نداشة تعوز ده ايه؟ ده انت تؤمر. طب يمين طلاق بالتلاتة اللي انت شارب حاجة؟ مش وقته. مش وقته ازاي؟ ده لازم تشرب حاجة سعادتك. وده يا شنطر اتنين سطل عناب ساقعين لسعادة البيه وسعادة البيه. حاضر يا معلم. في الحقيقة أنا كنت عايز أشوف. هتشوف كل حاجة يا سعادة البيه، بس يا ريت حضرتك تدينا مهلة قد يومين ثلاثة. يومين ثلاثة ليه ده كله؟ على ما نخلص الورق يعني. سعادتك عارف بقى الإجراءات. ورق إيه وإجراءات إيه؟ وأنا لازم أشوفها بتصريح. ولو كارت من سعادتك كل حاجة هتخلص على طول. كارت؟ أيوه عشان زمايلك الظباط أصل ساعات هما ظباط إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. هو مش سعادتك برضه ظابط الآداب؟ آداب إيه؟ أنا ظابط إيقاع. ظابط في أنهي كراكون؟ ظابط إيقاع يعني طبال. طبال؟ سك على العناب يا واد الشنطة. وجب يا معلم. بقى حضرتك طبال. أيوه وكنت عاوز. عايز شغل عوطني يعني. لا إنما أنا كنت عاوز أقول يعني. تقول إيه؟ يوجاتك واكسة وجاي منفوخة على 24 وعايز أشوفها. الله تشوف ايه؟ شافتك عقربة. مش كده انا جاي اشوف البنت بترقص. لا بقول لك ايه، احنا ناس اشراف بناكل لقمتنا من على جبيننا. يا جماعه افهموني. نفهمك. انا جاي اتفق مع الست مباهج انها تسافر معايا مصر. مصر؟ ايوه انا هعلمها الرقص على اصوله. انت؟ ايوه انا. اعمل لها كونتراته في اعظم محلات في البلد. هدفع لها اللي تطلبه. فلوس يعني؟ ايه النبي هذا الشلطم؟ عينا يا معلم. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، مش كنت تقول كده من الأول؟ اتفضل يا سعادة البيه، على الأقل كنا قمنا بالواجب. أصل الست مباهج دي بعتبرها أمانة في رقبتي. أنا لما اتجوزت أختها كانت هي لسه عيلة صغيرة، علمتها هز الوسط وشربتها الكار مظبوط.